أعزائي المشاهدين، أرحب بكم وحلقة من حلقات برنامجكم حوارات. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نلتقي بعدد من رجالات الكويت في شتى المجالات، المجالات الثقافية أو الفنية أو الفكرية أو الأدبية. ويسعدنا في لقاء هذا اليوم أن نلتقي مع الحجي عبد الرسول علي حسين الأروش، التاجر المعروف و رجل الأعمال، والذي سوف نتحدث معه عن رحلته في هذا المجال، مجال الذهب والأحجار الكريمة وتجارة اللؤلؤ. يسعدني طبعا في هذه الحلقة أن يكون هناك حديث فيه الكثير من التشكيل، بمعنى أن سوف نتحدث عن التجارة، سوف نتحدث عن الصناعة، وسوف نتحدث عن البحر، ونتحدث عن البر، وحديث ذكريات طويلة. وأيضا هذا الحديث طبعا سوف يكون مع أحد رجال التجارة في الكويت، والذين أسسوا، أستطيع أن أقول، حركة تجارية في خط معين. هذا الخط يلتزم تماما وصناعة يدوية رفيعة المستوى. تلك التجارة وتلك الصناعة الحرفية هي تجارة الذهب وتجارة الأحجار الكريمة، والصناعة طبعا هي صناعة الصاغة، وكيف يكون الإنسان صائغ، وما هي خطوات الصياغة، وكيف دخلت الكويت، ومتى عرف الكويتيون الصياغة، وكل هذه الأمور. بالإضافة إلى أن سوف نتحدث عن الأحجار الكريمة، أنواعها، كيفية تقييمها، كيفية أن المواطن يستطيع أن يعرف الحجر الأصلي من التقليد، يعرف اللؤلؤ الأصلي من التقليد. طبعا ما لا أريد أن أطيل الحقيقة في الحديث. أرحب أولا وأخيرا باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين بالأخ الفاضل عبد الرسول علي حسين الأروش. ماذا أقول عنه غير أنه أحد أبرز الأشخاص الذين وضعوا أسس لتجارة الألماس والأحجار الكريمة، وقبل ذلك صياغة الذهب والتجارة في الذهب. وكما ذكرت حجي عبد الرسول، ما أعرف الحقيقة كيف أبدأ معك، لكن أبدأ من منطلق أن في مصطلح كويتي يقولون فلان طواش بر وفلان طواش بحر. الأربش أنت طواويش بر ولا بحر؟ أشكركم على هذا اللقاء. أولا كان والدي فقط طواش بر. الطواش البر يلتقي مع السفن اللي تجي وقت القفار. طواش البحر لا، هذا يلحق ياخذ له سفينة يروح إلى عند القواويش تشتري منهم، هذا يسمونه طواش بحر. أما طواش البر لا، يلتقي يروحون للسفن اللي توصل إلى البر مقفلين خالصين. يا ولد إيش عندك؟ عندك مقشر، عندك تبابة، عندك شيء، عندك رنة رزقة. إذا مثلا عند النخذة تبابة مالت شو اسمه مضطر يسمونه، اللي يقوص على حسابه بروحه مو مشترك ويا السفينة مثلا، أو مثلا مالت تباب يجمع لها التبايع عقب ما يفلقون المحارة، يجمع له شوي يقول عندي هذه شو اسمه عندي مال التباب. تبابة مال التباب، تبابة شنو؟ تبابة هي مجموعة كبيرة وسطية وصغيرة، مجموعة وزن، هاي يسمونها تبابة. مال التباب يشترونها منه. وطريقة البيع يعني هو طريقة المشترى لما يجي وينزل وياه وتراحوا وياه ويصير يحصل واحد ثاني مقبل من بعيد، بس يشوفه قاعد يتفاوض صح عليه انه شريكك قال صار اي ترك للمجال علشان لا يزايدون عليها ولا شيء. عقب ما تفض الاول يدفع الثمن، ياخذ كثر مدفوع من الشريك الثاني الثمن، مثلا 100 ربيع قال هات حصتك 50، ويدشون السوق يبيعون. اي زين، منو اشهر طواويش البر غير الأروش؟ ماكو فيهم تقريبا حوالي، هم طواويش البر مجموعة من الحساوية، مثلا أبوي واحد طواويش البر، إبراهيم ود حسين طواويش البر، أبو عبد النبي من محمد علي اثنين ثلاثة، هذا الطواويش البر. في من أهل الشرق واحد يسمونه ملا عيد الله يرحمه توفى، هاي من طواويش البر. هذا عمي أفتكر مذن، ولكن ينصحونه
القواويس ان يا شيخ عيد يبنى لك رزقه هذه انت تصرف فيها. يبيعها على مثلا ابوي وغيره. ابوي دخل على القماش بمعرفه الله يرحمه الله يرحم الجميع يوسف بن عبد الله بن رومي. يوسف بن عبد الله بن رومي قواص كبير. مثلا يحصل له هذا اتباب التباب او مخشر عقب ما يفلقون، وبعض المخشر يصير فيه حبوب الماء ما ادري حبات قماش. شنو المخشر؟ شوفوا فواز، مثلا هذه مخشر، هذه فيها قماشه لاصقه. نعم. يكسرونها. اللي محاره ما فيها اي شيء ترمي. صح. ترمي. هذاك اكو بعض ناس سنين السابقين يجمعون المحار الخالي ما في شيء، عرفت، ويبيعونه. هل يسووا منها أزرة الصدر؟ هذه يباع بالطن ذاك الوقت. هذه المحارة القماشة اللي هي لاصقة لما يكسرها صاحبها يجيبها حق أبوه يعملها له. نعم. فنان إنه حتى يدورها، يوخر الشوائب عنها، يوخر الحواشي عنها، يسويها قماشة معتدلة حتى تجيب ثمن أحسن. إيه؟ هاي المخشر. هذا المخشر. أبوي صحبه مع يوسف بن عبد الله بن رومي يجيب لها المخشر ويبيعها عليه، ينصحها فيه. هاي صداقتنا ويا بن رومي من ذاك الزمن. هذا بالنسبة للقماش. وغير المخشر؟ غير المخشر تبايب، يجيب له تبابة مثلا مجموعة، يجي واحد مثلا الطواش البحر عنده مجموعة تبايب، ما شرى من محملين ثلاثة، شيء يشيل من قسم ويحط من قسم، يعدل فيه، يقسمه، يدش السوق تبابه. مثلا يازل له تقريبا حوالي 20-30 مثقال، يعطيها اما دلال ولا عرضها. مثلا يوسف بن رومي اي حق ابوي قال والله عندي تبيبه، يعني مي كبيره، لان ابوي على قد قابليته ذاك الوقت ما هالكثر سايد. طيب الطواويش البحر، هو طواويش البحر مثل يوسف بن رومي. أيه هذا يجمع من القواويس. أيه. هذا في البحر. طيب. يشتري ان كان محصوله او يشتري اضافه، واللي يصدرون اللؤلؤ الخالص. ها هذا هنا بعدين. ايه؟ لين يخلص القفال. ايه؟ ويخلص موسم القوس. نعم. عرفت، ويخلص موسم تداول القماش. مثل ابوي يجمع له على حد قد فلوسه مجموعه. وين يروح فيها؟ يوديها الهند. عندنا هناك وكيل في الهند يسمونه خليل فردان، واحد من اهل البحرين، يعطيه القماش يقول له تفضل، هذا عندك مثلا درجه اولى زرفة وسوى ابو عقد واحد حق اوروبا اللي هو الجول اليكة. درجة ثانية اللي هي نسويها حق مساقات الكويت أو العقود، مثل العقود هذه، ونيبها. لما يكون عقب 5 أشهر 6 أشهر ينظف القماش، قسم بعد يبيعه، قسم يشتري عليه ويدخله حتى يكمل مجموعة اللي عنده حق إن كان صياقة أو حق عقود. طيب اللولو هذا قلت لي أنت يزرفونه؟ هذا كنت أنا أول لما أصير شو اسمه، كنت في الصياقة، قمت أساعد أبوي عندي، كنت أزرف اللولو هذا مثل مجدح، مثل ما القلاليف. فشفت هذه أذية في اليوم، ما تزرف لك تقريبا 50-60 واحدة، ما تسوي لك شيء. سنة من السنين تعانت ويا عبد الله علي عبد الوهاب المطوع، قال لي ليش ما تشوف الجبان كيفية المزروع وغيره. رحت الجبان، جبت هالماكينة هذه بسرعة، ركبها وقض، وركبها وقض، ومشت عندي. حتى أذكر من سنة من السنين طلبنا سيد عبد القادر الله يرحمه. نعم. سيد عبد القادر ذاك الوقت مدير الجوازات الرفاعي. قال حق أبوي عندي قماش قول ممتاز وخايف عليه، بسوي عقد حق بنتي. قال ولدي قض قماش. قال بس أبي عندي. قال عندك، وأقوم يطلبني أروح في بيتهم الظهر على القدا، نتقدى عقب ما نتقدى ساعة الزمان إلى يمكن بين القدا وصلاة العصر، علشان يطلع وأنا أرجع أقضي لك مع السيد عبد القادر. هذا أذكرها سنة من السنين. هذا حتى موجود عند ولده، أفتكر طالب توفى عنده بنته موجودة اللي هي في بنك الوطني حاليا. طيب الحين أنت يعني بديت صايق وبعدين انتقلت للولو؟ إيه لا، هذا في نفس الوقت اسوق واقضي اللول علشان اشده
على المقاميش اللي شفت شفتني من ساعة شلون قاعد أشدهم إيه. على هذا لا أنا أبي أبي قبل نحن بنرجع لللولو بس إيه. أبي الصياغة اللي تكلمنا عنها صياغك ها صيت صايغ الله يسلمك. أنا كنت صغير 9 سنين في دكان حق أخوي محمد علي سافر إلى الهند إيه بضايع إحنا ذاك الوقت نسميه برشوتا اللي هو الآن أواني منزلية في سوق القربلي. أبوي الضجور من الصياغة يبي يشتغل ما أدري شنو قلت يبا بصير صايغ قال لي ما تصير قلت بصير صايغ توكل على الله. قمت أجرت دكان من عيسى شعيب إقبال بخار يم مسجد الحداد هذه البراحة هاي كانت دكاننا. أبوي له دكان صغير ربع جيب أنا أجرت لي دكان مال عيسى شعيب كبير ضميت لي صايغ أنا عندي شوية حفظان الصايغ قلت له أنت تصير معزب وأنا الصبي خليته 6 أشهر لين حفظت الصياغة عشان تعلم حتى تعلم وصرت صايغ صرت صايغ 13 سنة سقط يعني جواد بو الحسن ويا حيدر أخوه هذول بضعية حق عبد المحسن الخرافي قال لي يبا تعال عندنا ترى لك شغلة أخوة من هذه الصياغة شنو؟ قال صب الذهب روني صب الذهب ودون حق عبد المحسن الخرافي الله يرحمه أبو محمد كان ذاك اليوم يقعدون بطرف سوق الداخلي إقبال الخان سيد علي خالد الزيد أحمد سعود الخالد حمود الخالد وهذا اللي عندك أبو عبد الرحمن مشعل الخضير هذا اللي قعدون يسولفون وداني حق عبد المحسن الخرافي قال يبا عندنا احنا ذهب انهرب هالنمونة بس نبيك تسويه سبايك على قد الأصبع قلت له حاضر جرب جربوني قال حق جواد والحسن شراي قال هاي ولدنا أمين وزين أعطوني ربع طابوكة تميت أشتغل أصب هردها وعدل يبونها مضبوطة 10 تولات ونظيفة لأن هناك يبيعونها في الهند يعدون القطعة 10 تولات يحاسبون عليها كلها مال تهريب فأخذت لي في نهار اشتغلتها حسب الأصول وديتها كان قواك الله ممتازة حسب الأصول مشيت شنو شرط عليه قلت له إذا ما أصلحت أريد منك قيمة العدة العدة شنو هي حرفين كي ام وحرف واحد وحرف 9 و0 شنو هي هذه الكي الام ماركة خرافي متروك الواحد والصفر 10 تولة التسعة ندقها 3 9 على أساس الرقم الدولي هذا عيار الذهب الأصلي فنبيع من الطريقة هذه لحكي لك فرق القش أحمد سعود الخالد وهذول كلهم يعطون الجماعة بضايع يودونها الهند يبيعونها سيد عبد القادر عم أحمد سعود الخالد ماخذ بنته جاب يبي حاسب أحمد سعود الخالد كان يقول أذهبك يا أبو سعود قاصر 4 ربيات لأنه مغشوش أحمد سعود ين لا قاصر في العيار في الطيب قال لي ما يصير ناداني تعال عبد الرسول ترى الذهب مال الصولنة صار فيه مغشوش قلت له ما يمكن يمكن ما يمكن نترافعنا أحمد حمود الخالد شريكه صار شاهد قلت له يا عم حمود قال خير قلت له أنا أبي شهادة يجيبون لي عينة من شغلي يلزموني بحق كان يقول لي خذ شهادة لزم أحمد سعود الخالد حق سيد عبد القادر يجيب له من العينة اللي باع اللي فيها قاصر ويجيب له نص بيك عقب 15 ذاك الوقت يروحون في الطيارة ويردون في الباخرة إيه يا بلا سبيش أنا من شفتها كان أطاولها قال إيش عندك قلت له هذه مو شغلي وطالب بحق أنا شلون ما شلون قلت له لا مو شلون له حق حمود الزيد الله يرحم الاثنين حمود الزيد صار وياي بصالحي أعظم شيء شاهد قال حق قلت له أطلب منكم زود أول ذاك الوقت نصب التولة بربية السبيكة 10 ربيات قلت لهم لازم تعطوني زود ربية في السبيكة ب11 ربية وتعطوني في القالب 12 كيلو نص تولة ترك لأنه يصير عندنا نقص كان يقول حمود الله بالله حقك علمنا القصة قلت له هذا الذهب عرض علي ما في عيار وعطوني الزود قلت لهم لا يمكن أدفع بقتي أنا قاعد أشتغل حق جماعة شرف ومضبوط ما أعلم عنه إلا حتى لا تمكن علمتهم سريا علمتهم منه وبكم بتاع كان يقول بس خلاص ثقة هذه اللي صرت ثقة ذاك الوقت ماكو مثل عبد الرسول الأربش يا يوسف الحمد
يوم الأيام يوسف عبد اللطيف الحمد الله يرحمه شرى 800 كيلو ذهب ذاك اليوم اللي في السوق كله. أعطيك شرف ثاني. وأمان. شرى اللي في السوق الذهب كله. أعطاني من عرض تقريبا حوالي 5-6 شتات ذاك اليوم شتي يعطيني إياه ويروح البر 800 كيلو. قال عبد الرسول دير بالك تاخذ شغل غيري. نواخذه بيسافرون. قلت على أمرك. قال علشان يكون لا يتعطلون يمشون. قلت أبشر. وأصك عليه عندي 17 صبي أسبوع ما يطلعون. نعم من ضمن واحد موجود أجيب لك شاهد يقول عمري بحياتي ما شفت شلون تطلع ذاك اليوم عندك صارت طلع شغل متواصل يعني متواصل ينامون على الذهب وأمان ما عندنا صناديق والله يا أبو فواز نحط على نغطي في الخياش وننام أبدا ما عندنا أبدا النتيجة رحت حق واحد اللي أعطاني منه شتي كان يقول أبي مني جيرة أنا تجير ما أعرفه أعرف يبي مثلا تحويل قلت له شنو الجيرو سويت نفسي ما أفهم قال جيرو لازم الراعي الحلال يكتب وراء الشتي سلموا الفلان قلت له عجيب هالشكل أنا ذاك اليوم شغل زايد ولا باليت فيه ما نقايل لك من اسمه صار أسبوع يا يوسف عبد اللطيف حمد ولا من التحاويل اللي قصر صالح حمد المطر ما سافر قال له هابو صالح ما سافرت قال عبد الرسول الله ما أعطاني ذهب شاك عجيب أحرقه أحرسه تم عبد يوسف عبد اللطيف عاد حسب الميانة يصوت علي عبد الرسول سويت في ذهبي رحت عطيت الصراريف يبيعونه بزود قلت له لا والله يا عمي هذا شتيك من فلان آدمي يقول يا بيلا جيرو أنا وين ألقاك في البر الجير اللي هنمونه وأروح أرد وانتم لازم علي كل لازم أكمل الذهب ولا أخذ شغل من غيرك قال عجيب كان يطاول من شتي دلالنا منه عبد الرحمن المشري كان رئيس الكويتية الله يرحمه مات قال له أبو عوف قال له خير قال له تعال هذا الشتي مال فلان آدي مرة ثانية لا تشترين منه هذا بيفقد الثقة من عندنا ورد عليه قال روح شوف لي زاهب علشان يشاف إنه أخذها لأن فرق 4 آنات في التولة بين الزاهب يشترون من الصراريف أو اللي يأخذ له طابوقه طيب الحاج عبد الرسول يعني إذا خلينا قضية القالب والكذا أكو شغلة في الذهب يقول لك دقت يعني الدقه الفلانيه دقت إيه الاستقلال دقت مش عارف ايش هاي ما تجيبون هالاسامي تطوروا فيها الدقات الكويتيه قبل الاستقلال يعني بالاربعينات وكذا شنو كانت اشهر الدقات اي تطوروا فيها اكو شيء الوحده الهجت عليه لما شافت في زواج نوع من هالرشاش الكبيره عرفت قالت والله هذا كنا كرسي جابر وراحت عليه تقليد كرسي جابر بس اسم اكو شيء نقلد عليه مثلا يسمونه اللي هو المرتهش المرتهش شنو سلاسل لكن لقام يبرق سمى مرتهش طب والمضاعد دقه المضاعد والتراشي كلها لها اسم لا هذه في اشياء مثلا اهل الهند حق اللي يروحون يباضعون ويجيبون يحط عليها كلمه الحين مثلا عندنا في السوق حاليا واحد مجوهرات سيدتي شو اسمها اللي ماتت ديانة شي يبها حق ديانة حق المجوهرات وحق الكويت فهي تسميات يعني انتم ما تبتكرون اسماء لا انا هذه اولا ما هالكثر اشتغلت في الذهب فقط صايغ تالي ابتديت في قضية مثل ما قلت لك عندي قضية اللولو وقضية التجارة اكثر لأن من بعد الصب الذهب استمرت وصلت عندي درجة حرارة يعني المعدل التهبت شنو يعني سبب كل سبب من هذا الضوء عندنا درجة حرارة 110 يجون مستشرقين بياخذون صور يقول ما نقدر على بعد ياخذون اللي يشوفون الذهب الآلاف الكيلوات تروح الكويت وينه ما يدرون ان احنا نصبها وتروح الهند يعني الكويت كانت مركز تجارة الذهب مركز تجارة الذهب ولا صار مثلها تهريب الذهب أشكال قاموا يعطون بضايع الأجانب قاموا يعطون بضايع هالكلام أي بتذكر في سنة 47 إلى 51 ثلاث سنين صارت قمة حمد المشاري موجود سمعت منه كلمة يقول حق مجتمع عنده فيصل الزبن وغيره قال أنتوا يا الكويت على التهريب هذا بتروح التجارة منكم يأخذونها الأجانب لما قاموا يجونا الأجانب ويصيرون سكرتيلية يتاجرون ما يعرفون الذهب أهل الكويت صارت كلها في الذهب عاد منا من يستقني منا من يستفقر لأن لما يقضبونا مرة مرتين بضائع الهند تهريب استفقر زين الذهب من يبتبونه الذهب
من كل مكان. أول كان فقط من لندن. من يبه؟ يجيبون التجار لبنانيين يعطونا التجار الكويتيين كريدت يهرب له. قلت لي قضية مصالح. فقام يجينا من لندن، يجينا من سويسرا، يجينا من المكسيك. هاي بالثلاثينات والأربعينات؟ 46 47 إيه. أنا من عرض يجيني أشكال، إيش أقول لك؟ ما أقدر أوصف لك إياه، شيء مثل التراب روسي، لأن هذا مو نقي. عاد إحنا لما نصبه مرتين ثلاث يصفي، يطلع منه دخان أصفر. إيه. من المكسيك شيء هنا ألواح صافي عدل، لكن ألواح. ولا الباجي لا، هذا كل جونسون اللي هو قالب أحسن شيء شده ممتاز الإنجليزي. وقضية إضافة النحاس للذهب شيء. ها هذا نرجع إلى الصايغ ومعرفته في قضية تحليل الذهب. أبوي كان ذاك الوقت يشتري مجموعة ذهب أشوفه شلون يصفي، يأخذ أسيد ويصفي الذهب يوصله إلى حد 999 أرام، وبعدين يضيفون له مثلاً يريد عيار 21 هو 24 صار، يريد 21 شو يزيد له؟ يزيد له 3، يريد له 18 يزيد له 6 أرام. هو يرجع لما تسألني عن الألوان، خلنا أعطيك أشياء فنية يمكن ما سألتنا إلى الألوان. الألوان الأوروبي أصفر، لا بقى أوروبي قال أبي أصفر، شو نسوي؟ نحمل ثلثين نحاس وثلث فضة يصير شوي أصفر. أهل الكويت يبونه لا مثل الليرة، لما الليرة حمراء لازم نحط عليه كله نحاس يصير حمر. يعني إذا الأوروبي أغلى؟ لا، لأن في فضة ما في فرق شيء، لأن شنو في ذاك الوقت الفضة قيمتها ما لها قيمة. إيه، والنحاس اللي نحطه في ذاك الوقت مو مثل اليوم، نحطه نحاس صافي قيمة الفضة، لا 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 نحاس خصوصي اللي عبى ويا الذهب، مو كل نحاس. طيب حج عبد الرسول، بعدها انتقلت إلى أنا انتقلت إلى قضية التجارة، تعبت من المرض فتحت الدكان، قمت أروح الهند أقول لك أجيب ضايع منك مشغولة زاهبة، وأجيبها هني في الكويت حطيت الدكان، دكان إبراهيم الخال في دكان على زمن على حياة إبراهيم الخال. شريت الدكان وأول واحد يحط له جامع أنا، ولا الأول الحريم يحطونه يفرشون في الأرض ويحطون سلعهم عليه، أيون الحريم يشتروا اللي يمرون يشوفون من إصلاح. أنا أول ما حط فترين. أول ما حط فترين أنا، لأن أبوي كان من يعطي الدلالة، الدلالة يفتر بالسوق ما عنده دكان. جامع على إيد إبراهيم شقيح، إبراهيم وعبد الله شقيح، عنده جامع مثل ما هالكبير هاي. مثل نظارة حط على نونة يفتر. أنا لا حطيت لفترين. وبعدين استمر هذا المحل. استمريت في هالشغل هذا إلى آخره، إلى أن شفت الذهب قامت تدخل في ناس كثيرين مشكلين أجانب يجونا. أنا تركت الذهب قليل، تركزت على المجوهرات. رديت على المجوهرات، أول ما ابتديت كنت أروح بلجيكا أشتري ألماس أحجار، منهم أركب النواعم صياغة ومنهم أبيعها عدل. لا طورت، عرفت شو اسمه، عرفت مثل ما قلت لك مسبق الوزن لسعر، الكبر شو اسمه، النظافة يزيد، اللون يزيد، النظافة يزيد، الكبر يزيد 50%. يعني لما يعطيك القراط 100 حبة كل قيمتها 100 دولار 300 دولار 100 دينار، لما يعطي قراط واحد قيمته 3000 دينار. شو السبب؟ السبب هذاك ما له قيمة، صغيرة. هذا اللي تشوف بعض الطهومة مركب في ناعم شوفه فيش كبره 14 قراط هو قيمته 3000 دينار، بينما يجيك حجر واحد فيه 100 قطعة في لا حجر واحد في خاتم مثلا، حجر واحد في خاتم وإذا قيمته 4000 دينار، شلون هذاك الطهم كله 3000 دينار وهذا حجر واحد ب 4000 دينار؟ مكسر. طيب قضية الألماس هذه حج عبد الرسول، الآن في أشياء وايدة يقول لك ألماس أمريكي وما أدري شنو هذا كله صناعة. أي شلون يعني شلون الواحد يعرف الفرق بين هذا وهذا؟ لا أزيدك في شعر بيت، أكو في الصناعي بريق أزيد من الألماس الطبيعي. أي. لما يكون في مثلا حجر ضعيف مو صلد ما في شاين ما في لمعة وهو ألماس حقيقي، هذاك الصناعي فيه برقة أكثر. شلون تعرف الفرق؟ أعرف الفرق. الله يسلمك، خلي يقول لي قصة. يوم الأيام واحدة جابت لي عندها خاتم فيه قراطين
ثلاث قراريط قراطين سمتها منه بألف دينار. كانت تقول لي لا ماني بايلتها. راحت ردت علي عقب أسبوع كانت تقول لي أبي. قلت له هذه أنا مقايسة، هو مركب عندي نظرية في المقاس. قلت له هذا في ثلاث في قراطين، إذا صار قراطين وربع بكمل لك الألف. كان قلت توكل على الله. قلت له تعالي قعدي قدامي علشان أفكه أفكه، لا تقولين قير بدل. قعدة قدامي مثلك فكيتها أزلتها ولا في خمس قراريط. من صار في خمس قراريط أنا ينيت عرفته زركون، لأن زركون هذاك ثقيل عرفته. رديت حطيت عندي جهاز، حطيت على الجهاز ولا زركون. يعني الحين عندكم أجهزة مثل جهاز كشف الكذب وهذا متماشكيت في شيء أكثر من لازم. هذاك حطيته قلت لك صنعة حلوة بالمية تسعين على أنه ألماس، بس فرق لي بالوزن. يعني هل ما في قطعة ألماس تجي خمسة قراط؟ بلا بس مو هالكبر. شوفوا فواز تفضل. أنا عندي نظرية وعندي مثل هذه. إيه هذه الحين هذه اللي تقصده؟ هذه كان محطوط عليها المقاسات والوزن، أطالعها أزيد 10 سنتي أو تكسر 10 سنتي. هذا حطيتها على القياس بقراطين، وإذا يوصل خمسة صار موضع شك شنو. وإذا زركون، زركون يازل مثل الرصاص، هذا صناعي ولا البريق؟ لا سلامتك. يعني الزركون يعطي بريق أكثر؟ أكثر طيب وغير الطريقة، يعني غير الجهاز هذا، هذا يذكرني قلت لك مثل جهاز اللي يكشف العملات المزيفة وكذا. إيه بس بالنظرة أنت كرجل فاحص وعارف، يعني ما انخدعت مرة غير سالفة المرة هذه؟ لا انخدعت في الخام، في الألماس، في الألماس خام ما كنت أشتغل فيه. وشككت في واحدة طاولتها من أفريقي وعلى حسب زينة ورخيصة، أعطيتها بيزاتها ما لها ثمن. تالي بعد راح عبالي أني أفحصها رأسا، حطيتها هذا توكت على الله وديتها أمريكا. كان يقولوا في جراسة، قال هذا مو ألماس ولا تزال موجود عندي، بس هذه غيرها لا سلامتك أبدا. نظرية عندي مع احترامي أنا كثر ترددي في لأن أنا قمت الحين بلجيكا تركتها، أكثر أشتري كله من المزاد من أمريكا، أدش على شيء مزاد أم مطحومة أو أشتري مثلا مجموعة. وحتى ياليت اني جايب لك، أنا كنت مشترك في النادي الألماس في نيويورك، مشترك ليش في النادي سوق عالمي. الأسعار ما نقلب فيها لأن أسعار يسمونه ريبوبورت يومي شهرية، يطلع تسعيرة السندكات في بورصة نيويورك، يعطي كل رأس شهر تسعيرة نمشي عليها. طيب حاج عبد الرسول يقولون الألماس استثمار، يعني أنت تشتري اليوم قطعة ألماس على شكل عقد أو على شكل خاتم أو إسورة أو شغلة، تشتريها مثلا خلينا نقول ب5000 دينار، هل ممكن تبيعها بعد 7 سنوات من العمر أو بعد 5 سنوات تبيعها مثلا بسعر أكثر؟ كل شيء يعطيك عليه شاهد. شلون؟ الله يسلمك، عندنا واحدة في قمة المناخ سنة 85 جاءت حق أخوك وفيصل، كانت تقول له أبي دمعتين على 10 قراريط. قال لي أخوي هاي تبي دمعات، أنت أمريكا ركض لها. قلت له إن شاء الله على أمري، ويجيب لي 2 على 10 قراريط قيمتهم 100,000 دينار، دمعتين على كبر النقلة. جبتهم شكلتهم بس تشكيل كذي في حلقة علشان إذنها، راحت هي عندها التخويل 70,000. هذول يكلفون علي 100، أقل شيء أحطها بالمية 10. ودتها حق ريلها، كان تقول لي، كان يقول لها ريلة مينون أنا أعلق لك عمارة في أذانك، ما نمعطيش. بطلت منهم، خليتهم عندي مشتراهم ب100,000. صبرت عليهم سنة، قال لي اللي شريتهم منه قال هذولك موجودين عندك؟ قلت له إيه. قال يجيب لي إياهم ب110، ربحت 10,000 ومرتاح. لا مرة تقول مقشوش ولا تقول لي زايد ولا تقول لي قاسر. هاي واحدة. في نفس الوقت سنة 85 عندي العقد في حوالي 100 وكسور قراط، هم شاريف المزاد من نيويورك. جبت بعت عندي 2 هني، واحد بعته ب115، واحد ب120,000. 2 ماكو على حجر واحد، الوسطي 16 قراط، أكبر قراوتك يا مساء. صار القزو، واحد قاب عني
رأيت ما يود. الثانية قالت العقد اللي ترى أنا محتفظة فيه شو رأيك تجيبي وتجيبه لي، وشريتها منا ب125 ربحت في 10,000 إلا حاطتها في غير شيء. اللي ما يربح لما يصير فيه الأجار أكثر من المواد. شلون هذه فسرها؟ هذا مثل ما قلت لك مساء مثلا يصير طخم في فن شقل في نواعم 30% أجارة، هذا متى يطلع خسارته؟ أنا أبيعك مثلا حجر خاتم في 5 قراريط 5 من 2000 ب10,000 أضمن لك إياه عقب سنة أو عقب 20 سنة تاليبة وخذ فلوسك. ليش؟ ياهل أنا؟ لا مو ياهل، أعرف هذا عقب 10 سنين بيزيد بالمئة 10. يعني معنى كلامك حجي عبد الرسول إن الألماس اللي يعطيك ثمنه وزيادة القطعة الكبيرة. أحسنت، القطعة الكبيرة. نعم هذه أنا أضمن حق كل واحد. نعم لكن حتى لا حتى مو بس نو عفوا مو بس قضية الخاتم، حتى شو اسمه العقود اللي فيها أحجار كبيرة فعلا. لا بس أنا أتكلم عن الأطقم هذه بو 1700 لا هذه تخسر أو تعطي برأس مالها أو تخسر لما أي مثلا أنا أبيع بو سبب فوتي. المصنعية يعني سبب المصنعية مثلا أنا أبيعك أنت تجيني ما تعرف شيء. نعم. تقول تعالي حجي أنا بثق فيك، أبي لي عند بنيتي بتتزوج أبي لي طقم 5,000 أعطيها على أنا لأن حطها بذمتي أعطيها على شيء يكون قيمته 5,200 5,200 تفضل. لما يجي عقب سنتين البنت تريد تبي تبدل، إذا تبي تبدل ما أخسرها في شيء لأن شايف ما زدت عليها شيء كل 200 دينار وقيمته فيه. شنو السالفة هذه حج عبد الرسول؟ الله يسلمك. اليوم أنا أنصح المشترى النوع الوسط لا هو بالواطئ ولا هو بالنظيف الزايد. لما؟ لأن اليوم الوسط اللي قيمته مثلا المتوسط HGIK هذا قيمته الأحرف ماله النقاوة واللون هذه المتوسط. ليش؟ لأن هذا قيمته فيه. لما تشتري اليوم أبيعك يا أنا في الكويت تقدر أنت حتى برا تطلع فيه يعطونك نفس السعر إذا ما عطوك فيه فايدة ما يخسره. أما لما أشتري فيه مثلا القالي مثلا الكي قراطة 3,000 دينار عرفت؟ عفوا الكي قراطة بألف 1,200 دينار أكو الفلوريس قيمته بكم 3,000 دينار وين الألف؟ لا هذا قالي ما في بيعتين بيعة واحدة لأن خط توب القيمة. المتوسط لا يكون بتروح حق الواطئ كلش اللي هو أصفر ولا اللي في دوفة في شوائب زايدة، لا المتوسط محتفظ في قيمته أي لأن هذاك يطلبونه أوروبا فقط. أوروبا لما يصير عندهم سوق ويصير عندهم متطلبات مثلا أفرض كريسمس يدورون الشيء النظيف يسلمون احتفظون فيه مناسبات. طيب الشهادات شهادات يعني يقول لك الألماس مع شهادة. نعم اليوم عندنا هل التجار الألماس في الكويت كلهم يمنحون شهادات؟ لا إلا ما شاء الله ما أقدر أحكم على الخير. أما أنا اليوم الأكثرية 99% كلها شهادة. متى يعني في بالنسبة للحجم ولا بالنسبة للقيمة ولا لا يعني لو جيت أنا شريت من عندك شغلة خلينا نقول قيمتها مثلا 100 دينار هل تعطيني فيها شهادة؟ لا أقل من القراط ما أعطي فيه شهادة. عندنا اللي فيه شهادة اللي يعتبر دوليا من القراط وطالع الشهادة هذه تعطيه الوزن ماله الحك ماله اللون ماله النظافة ماله يعني ما تنقش. زي من شهادة معتمدة؟ اي معتمدة دولية من GIA هذه عالمية هذا أكبر شركة في أمريكا ومعتمدة من وزارة التجارة الكويتية وكذا ولا ما لها علاقة؟ ما علينا من أقول لك دولية يعني برا شو اسمه يستشهدون فيها أكثر من الكويت. اي وهي هذه فيها شركات كثيرة ترى بس أنا أكثرية أعتمد هذه GIA وGIL بلجيكية؟ لا كلها أمريكية لأن هذه تعطيك صحيحة. أكو ما نقول أي شهادة في بعض شهادات اللي يروح يطلع لشهادة يدفش هذاك. شلون؟ يقول له زيد لي يا رقم زيد لي يا نظافة يعني مغشوشة. أما ما مي شيء مو قش زايد بس بالثمن يأخذ أكثر يعني لما يجي يعطينا شهادة ثانية عرفت يمكننا فيها فرقية. هذا لا هذا يعطيك مضبوطة والثانية اللي هي GIL
هذول أمريكية، هذه دولية، هذه حكومية، هذا من السندكات. السندكات شنو؟ بورصة العالمية في الألماس. طيب لو أخذنا أيضا اللولو حجي عبد الرسول، في لها شهادات أيضا؟ إيه؟ أيضا شهادات معتمدة إيه؟ وتصرفونها أنتوا إيه؟ لعملائكم؟ أنا لما يجيني عقد كبير، أنا قبل أسبوع في البحرين عرض على عقد 3 خيوط قيمته حوالي 120 ألف دينار بحريني، شفته قيمته شفته زين، لكن شكت فيه، شو نقول هذه في شهادة، سكت، في شهادة كلها طبيعي، بس رد عندي في الثمن ما قيمته مو كله متناسب نفس الجول، مو نفس الحجم، لا نفس الحجم، مو نفس الاستدارة، مو نفس اللون، تي حبة لماعة مثل اللايت مثل الضوء، وتي الثانية لا فيها جمال مقافية شوي. من عرض دخلت على 2-3 حتى راويت مرأيك يقول والله أشهد بالله أنت راويتني شيء ما انتهى فيها نوع من الشرم قديمة مو كله جديد، وهي هذه ما تخل القديمة من العتيجة، لكن لما يصير فيها مشروع ما ماخذها ما كلها الخير تكثر ثمنها تفقد قيمتها، ولا عقد ما في كلام. اللولو مثل الألماس ممكن استثماره ولا الألماس أكثر؟ اليوم نتكلم عن اليوم. اليوم لا، كان اللي سبق نعم. نعم نعم سبق اللي شرى القالي الطيب، اليوم الضعف. ليش؟ ما في وجود. اليوم لما تي عقد فهمت مثلا في 1000 شو قول يكة ما تحصل اليوم، هذا أول المئة في 1000 شو يعني قيمته 20,000 دينار، اليوم قيمته 100,000 دينار ولا يحصل. اي لان ليش قل الوجود الحين اللي قاعد يرجع اللي شروا اول ارباويين تعرف ردوا قضية ستوك ماركت قضية الاسهم قاعدين يبيعون المجوهرات القديمة الغالية يشوفونها ربحانة فيستبدلها. طيب بالنسبة للاحجار الثانية حجي عبد الرسول مثل المرجان مثل غير، اكو عندك يا ابو فواز عندك ثلاث اقسام. عندك اليوم الألماس والياقوت والزمرد والزفير، هذا 4 توب ما فيها كلام، كل واحد يقول أغلى من الثاني وكل وجوده. نعم عندك الثلاثة الآخرين اللي من بعدهم هو أصلي، مثلا المرجان قول وياي الثاني ويا العقيق، وعندك شيء يسمونه الملكات اللي هو أخضر، هذه أشياء طبيعية بس ما تي ولا واحد بالألف. عندك الباقي كله فالسو. تي مثلا هالأيام طالع شيء جديد أخضر مثل الزمرد يسمونه تنزانيا زمرد، مال تنزانيا يبونه كأنه زمرد وهو لا وهو أبد. طب الياقوت، الياقوت أغلى من الألماس، أغلى من الألماس. اليوم النظيف أغلى من الألماس، وفي شهادات، وفي شهادات استثمار. نعم استثمار يجوز لما تي يعني لا بورصة مثل الألماس، مو قضية بورصة، لا مو بورصة، في متطلبين. لا أنا قبل أسبوع حضرت في بيروت مو على الشغلة هذه، رايح عقار شافني واحد مجوهرات من بعيد يعرفني، شي قلت تعال تعال حجي عندي لك شغلة وأنا مستعجل، رواني حجرين ياقوت، واحد قل واحد مربع، القل فيه 10 قراريط والمربع فيه 13 قراط، عجبوني. كم؟ كان يقول القراط ب 11,000 دولار، يعني هذاك تقريبا حوالي 140,000 دولار القلب، قلب هالكبيرات كبر الأظفر. قلت له ما يخالف برمي؟ كان يقول لي لا ما لي خاطر برمي، إذا برمي ما يخالف، مو برمي ما اشتري لأن ما يسوى ال 11، هذا قيامه 4,000-5,000 يعني مضاعف الدبل. المواطن العادي البسيط اللي وده يشتري شلون يعرف يعني شلون ما ينقص عليه، شو ما ينضحك عليه، يعني سواء على مستوى الذهب على مستوى اللولو على مستوى الأحجار الكريمة. يعني أنت رجل بخبرتك وهي خبرة ليست قصيرة الله يعطيك طولة العمر، يعني شلون تنصح الناس شو تقول لهم؟ يعني يوقف من أي واحد، مو لازم يوقف على عبد الرسول الأربش، لا يوقف من أي واحد اللي يثق فيه نعم يشتري منه. وفوق هذا اليوم معروفة عندنا وزارة التجارة تشيك عن القش، الثمن احيانا قاعد تعارض بس انا اعترض عليها ما لها حق في الثمن، لكو اكو اشياء ثمن تكلف
راعي البياع، انت مالك تتدخل في الثمن، منا جايبه من خارج مسلم عليه جمرك مو شغل محلي، منا قال عليه يد صناعيه قاليه مالك حق شو اسمه تثمن. فوق هذا متى ما يروحون، انا عمري من صارت التجاره لليوم يستشهدون فيني ما اكذب عليه اي قطعه فيها خطا. طيب حج عبد الرسول، الان الصاغه اللي عندك او الصناع اللي عندك تشرف عليهم انت شخصيا؟ انا هذه وحيده لله الحمد، هذا كذلك خوش سؤالات سؤالك. لحد الان ما عندي لا صانع ولا صبي، ما اثق. عندي اخوي ابو فيصل واقف بياع، وولدي وولده معاونين له، هذا هو. لا عندي صبي مثلا هندي ولا كويت ولا وحتى كويتي ما عندي، عرفت. اثق امين على حلالي، لما يبيعون وهذا اقول له اعطيه ايه، اقول له ولا تبخس الناس اشياءهم، ايانا وياك تاخذ 30% حرام عليك، خذ مصلحتك، ما اقول لك بيع خساره، خذ مصلحتك المعقوله. يعني افهم من هذا ان بضاعتك الان كلها تجيبها جاهزه؟ الاكثريه ايش اسمه اصممها برا واجيبها مو جاهزه، لا انا اجيب الحجر من مكان واسوق في مكان، وكل صياغه له مكان. وين تسوق؟ اكو شيء اسوقه في ايطاليا، اكو شيء اسوقه في هونغ كونغ، اكو شيء اسوقه هني. إيه؟ اذا شيء اجيب اللي يسمونه منتور الاشياء الجاهزه، خاتم تراتي جاهز بس اركب عليه الفاص، عندي سايق واحد بس حق التركيب والتصليح في المحل. ماني طمعان في هذا والى اخره، حط مصنع ومسؤوليات، يمكن هذا رايح يبي كيد يقش، من صارت المسؤوليه عليه المستهلك يسأل. ما هذا سؤال يطرح نفسه، ليش ما تطور الصناعه عندنا في الكويت؟ يعني تجاره الالماس والذهب، ليش ما انت يعني انت واحد من الاسماء المعروفه في البلد، ليش ما اطورها؟ ليش ما يكون عندي مصنع؟ ليش ما يكون عندي ماركه اسمها الاربش مثل الماركات العالميه الثانيه اللي نسمع فيها؟ هذه نوع، هذه ماركات العالميه الثانيه كل العرب ما تدخل فيها، لا ما تدخل فيها، لان هذاك متركزين عليه دوليا. لما تي مثلا سلعة يسمونها جراف، هذا واحد مشهور في لندن، هاي سلعته قديمة وشغل اللي يسوي مثل الرولكس، ما يسوي أكثر من قطع، عدد قطع محدودة. أي أما أنا هني عندي مجموعة، لا بعدين مريح حالي إنه متركز على التجارة، أسوي لي مجموعة مجوهرات من الطخومة أو خواتم، عرفت، أو أساور، أو الأكثرية كلها طلبية، يجيني فلان آدمي أبي لعقد في 30 قراط، شو النوع اللي تبي، شو قيمة اللي تبي، أنا أسق له تفضل، هاي أبو 30 قراط قيمته 50 إيه، هذا قيمته 50,000، أي وقت اللي ترده يا تزيد يا يزيد لألف يا يكسر لألف، يعني 2% 3% 5%، الألماس ما نأخذ أكثر من 5-6%، مجوهرات لأن وراها ستوك تبقى 10%، أما في السوق يأخذون 30%. أعطيك دليل، الحين لما تيجي المجوهرات هاللي برا غير عندنا في السوق، داخل السوق يعني مو في السنتر، لما يقول حق المشترى بنزلكم 30%، بس إلك بالله إذا هو بينزلهم 30% كم حاط عليها مربح؟ هذا أجاوبني الأسئلة هو يعني تمام ولا لا؟ أكيد. فأنا أقول حق عيالي أقول لهم حرام عليكم، مو صحيح، أنت بتعطيه خصم حط عليه 20% نزله 10 يبقى لك 10، تحط عليه 30 عرفت وتقول له بنزلك 30 خسر. إذا هذا اللي بينزل 30% لما يبيع 10 بيعات انكسر، بس كله حكي فاضي. عموما عزيزي المشاهد، يظل الحديث مع الحاج عبد الرسول علي حسين الأربش حديث ممتع وودنا يستمر، لكن أيضا نحاول إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى معاه وحوارات أخرى. فباسمك عزيزي المشاهد أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحجي عبد الرسول علي حسين الأربش. شكرا وفواز، احنا ممنونين، وهذه أشكر الإذاعة والتلفزيون اللي عطتني مقابلة حتى أنصح للمواطن، يعني كانون والنصيحة ببلاش لله بالله. في نهاية لقائنا حجي عبد الرسول أشكرك خالص الشكر على هذا اللقاء، وباسم جميع المشاهدين أتقدم بخالص الشكر والتقديم للحجي عبد الرسول علي حسين الأربش. وإلى أن ألتقي معك عزيزي المشاهد، أتمنى لك أطيب الأوقات و
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.